هنا ما تعبش في يوم محتاج طبيب، وبدعوة واحدة ربنا قلبه يطيب. قادر وجاعل لكل داء دواء، بس احنا نسأل، وكل شيء في الدنيا دي اسمه نصيب. اهلا بكم لقاء جديد ومتجدد على شاشة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي. برنامجنا على الهواء مباشرة عشان نقدر نستقبل كل آرائكم واستفساراتكم عبر الأرقام الموضحة على الشاشة. زي ما قعدناكم بنتكلم في أهم المشاكل وأهم الحالات الصحية الموجودة على الساحة الطبية، والنهاردة بنتكلم عن مرض منتشر في مصر بشكل كبير جدا، يعني ممكن نقول إن المرض تحول لوباء. النهاردة بنتكلم عن الداء الكبد الدهني. الكبد الدهني يعني بتوصل نسبة الإصابة لأكثر من 50%، لكن مش في كل حالات الإصابة بتكون الإصابة خطيرة. النهاردة هنتكلم عن أهم أسباب الإصابة بالكبد الدهني وما هي طرق العلاج المختلفة. لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفي دكتور صبحي محمود، استشاري البطن والكبد. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، مرحبا، ازيك يا محمد؟ منور الدنيا كلها ما شاء الله، جميله يعني. ربنا يخليك. يمكن موضوع النهارده بقى، حضرتك قلت لي قبل الهوا ان هو منتشر بشكل كبير جدا، ويعني لكن مش كل درجات الاصابه بتكون مخيفه. عايزين نتكلم في الاول ما هو الكبد الدهني وازاي بنعرف ان في كبد دهني هنا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه السلام. بدايه يعني احنا عشان بنتكلم في الامور الصحيه والامور تهم الناس، نتذكر حديث الرسول عليه السلام اللي هو قاعده ذهبيه بالنسبة للصحة. تمام. هو تعرفه مهم جدا، بس احنا معانا فاصل، نطلع فاصل ونرجع تاني. تمام. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا. أهلا بكم مرة تانية. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تعريف الكبد الدهني، لازم نعرف إيه هو الكبد الدهني عشان نقدر نشخص ونقدر نقول طرق العلاج الكافية. يمكن يا دكتور لو عرفنا بقى أكتر الكبد الدهني، إيه هو الكبد الدهني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه السلام. قبل ما نبدأ بنتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو قاعدة ذهبية في الطب: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. دي أول حاجة. علمه من علمه وجهله من جهله، دي تاني قاعدة. فتداووا عباد الله، دي تالت نقطة. فالبشرة: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فما فيش الأمور إن شاء الله خير، الأمور طيبة، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ما فيش خوف، ما فيش جعل خوف، لكن الشرط إيه؟ علمه من علمه وجهله من جهله. بالعلم هنوصل، بالجهل مش هنوصل. تمام. فدي إيه؟ بتورينا الطريق. فتداوى عباد الله، الامر بان احنا نتداوى، الامر بان احنا نتداوى، الامر بالنسبه للمرضى انهم يسعوا انهم يتداووا ما يستسلموش المرض، والامر بالنسبه للاطباء والقطاع الصحي ان هو يبحث في طرق العلاج. الكبد الدهني هو عباره عن واحد، يعني هل هو عرض هل هو مرض؟ ده سؤال مهم جدا. عشان اديك فكره علشان ايه هو الكبد الدهني، معظم الناس بتكتشف الكبد الدهني مصادفه. 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 يعني بيروح لدكتور بيطلب منه سونار، وبعدين بيجي يقول له والله انت عندك شويه دهون على الكبد. تمام. فبيرجع بقى الدكتور كبد يساله: يا دكتور قالوا لي عندك شويه دهون على الكبد، هل دي حاجه خطيره ولا دي حاجه بسيطه؟ تمام. ماشي. فالكبد الدهني هو عباره عن، هل هي حاجه خطيره ولا بسيطه؟ هنجاوب عليه. فالكبد الدهني هو عباره عن اختراق الكبد بخلايا دهنيه. اختراق خلايا الكبد بخلايا دهنيه بدهون. تمام. فبيزيد حجم الكبد، وبالتالي بيعتبر ايه؟ الكبد مدهن، يعني في نسبة دهون كتيره. يا ريت في صور يورونا صوره الكبد الطبيعي عشان نفرق بين الكبد الطبيعي والكبد الدهني. وبالتالي تشوف لو في صور كنا نعرضها على الشاشه يعني. وبالتالي تشوف بعينك يعني ايه الفرق بين الاثنين، هتلاقي فرق كبير جدا. الكبد الدهني هل هو حاجه بسيطه؟ هل هو حاجه خطيره؟ الكبد الدهني هو عباره عن الكبد اصبح زاد في الحجم نتيجه وجود دهون داخل الكبد، بيتوقف على نسبه الدهون. نسبه الدهون. فاحنا بنقسمه الى ثلاث اقسام. تمام. ماشي. اذا كان نسبه الدهون دي اقل من 5% من وزن الكبد فدي حاجه بسيطه. ماشي. ونقول اللي بسيط تطمئن، الامور سليمه، وبنحلل انزيمات الكبد ووظائف الكبد نلاقي كل حاجه طبيعيه، بس بنحذره انك انت ما تزيدش. ما يزيدش. قص المشاكل وشر الامور هي ايه؟ السمنه. دي في الاسباب، دي يمكن من الاسباب اللي هي اسباب الاصابه عموما. طيب هي مراحل الاصابه بقى، رقم واحد بيكون فيه مثلا نسبه 5% زي ما حضرتك قلت لي. بالظبط. طيب المرحله الثانيه بقى، المرحله الثانيه اللي بين 5% لغايه 10% من وزن الكبد. المرحله الثالثه لو زاد اكثر من 10% من وزن الكبد تبقى مرحله خطيره فعلا. تمام. يعني لو زاد اكثر من 10% من وزن الكبد دهون، نسبه او الكبد زاد اكثر من 10% من وزنه الطبيعي، فدي حاله خطيره جدا فعلا. المرحله الثانيه هتبقى المرحله اللي في الوسط بين الاثنين. المرحله الاولانيه بنقول له بس انك انت مجرد ما حافظ على صحتك، حافظ على وزنك، حافظ على اكلك، اكلك يكون صحي، مارس رياضه، ماشي الامور كده. هون
المرحله الثانيه بنبتدي ان احنا نبقى كوشيس معاه ونشوف العلاج ايه ونشوف وظائف الكبد ايه ونحاول نعمل له سبورت. المرحله الثالثه حقيقه بيكون في مشاكل في الكبد مع نفس المريض، بيكون لها مضاعفات كثيره جدا اكيد بيكون، لكن لو لحقنا المرض في المرحله الاولى او الثانيه بيكون الموضوع سهل جدا. عارف حضرتك مش هعتبره مرض، انا في المرحله الاولى مش هعتبره مرض، هعتبره عرض بقى. عرض هعتبر ان هو ايه، ان احنا لقينا عرض معين وبنحاول نتعامل معاه. احنا عندنا مشكله ان كتير من الناس او كل الناس تقريبا ما بيعملش كشف دوري ومتابعه دوريه وفحوصات كل مثلا 6 اشهر عشان يقدر يشوف ايه اللي في جسمه. ده هو بيقعد فتره طويله جدا وممكن يكتشف المرض بالصدفه، يعني رايح يعمل اشعه على حاجه معينه فيلاقي ان عنده مرض معين. دي مشكله كبيره جدا. صح. طيب المفروض المشكله اللي بتحكي عليها دي، يعني انت لو شفت واحد اوفر ويت وزنه زياده ماشي، هتعرف وزنه زياده منين؟ من الشحوم اللي على بطن، من الشحوم اللي على رجليه، هتلاقيه تخين كده شكله باين يعني مقلبص كده ما شاء الله. ماشي. حتى بعض الاطفال بيبقى عندهم كبد دهني لانه مقلبص كده، الناس فرحانين بيه انه مقلبص لكن ده مش صحي. فنرجع انت ايه، فدي دهون انت شفتها بعينيك، لكن ايه اللي جوه مش هتشوفه؟ اللي جوه الكبد، الدهون اللي على الكبد دي هتشوفها ازاي؟ فلازم ده تعمله سونار. فاي حد اوفر ويت معروف الوزن المثالي، معروف الوزن الطبيعي اللي احنا كلنا متعودين عليه، لو حاجه ازيد من كده يروح يلحق يعمل نفسه سونار عشان يطمئن على ايه اللي جوه، اللي بره شايفينه، طب اللي جوه مش هنشوفه الا بالسونار. الكبد الدهني والكبد العادي بيكون فرق بينهم كبير في الشكل او في المواصفات عموما؟ الكبد الدهني وايه؟ الكبد الدهني والكبد العادي طبعا في فرق صور جداً. لو جت الصور هتشوف الفرق، فرق رهيب مش فرق بسيط بس. ما جابوش الصور؟ لو في صور ممكن نعرضها على الشاشه. الكبد الطبيعي والكبد الدهني، ادي الكبد الطبيعي. شوف تخيل المنظر ده، اول حاجه شوف قد ايه ناعم، سموث، جميل. ده كبد اللي هو نفس الصوره دي في كل الناس، ده الطبيعي، ده الكبد الطبيعي. شوف ادي الكبد الدهني، ده الكبد الدهني. شوف بقى مبعكك ازاي، هو مش باين اصلا ان في كبد يعني. بالظبط، الشكل اختلف، شكل متلخبط، كل واحد تلاقيه شكل مختلف خالص نهائي، انبعاج من هنا وانبعاج من هنا وتدمر. ده شكل اشتغل كويس. ادي برضه صور فرق بين الاثنين، حطيناهم في صوره واحده. اللي فوق ده الكبد الطبيعي، شايف ناعم ازاي؟ شوف اللي تحت ده محبب ازاي؟ يمكن النقاد دي هي عباره عن دهون اتجمعت، دهون اتجمعت. الصوره دي بتفكرني بشكل الرئه الصحيحه. دي صوره خلايا، لو خدنا شريحه جوه الكبد، دي خلايا الكبد تحت الميكروسكوب. شوف كل نقط سودا دي خليه، دي خليه، دي خليه، دي خليه، ليها توزيع هندسي ممتاز اسمه الشكل السداسي لخلايا الكبد. شكل لرصوص الكبد شكل ممتاز جدا، وده بيؤدي الوظائف بتاعته. واللي في الوسط دي قنوات اللي بتاعت اللي هي بتمشي فيها العصارات بتاعت الكبد. شوف الجمال، ادي الخلايا، ادي الكبد الدهني. لما خدنا مقطع في الكبد الدهني شوف المنظر، كل النقط، كل الدائره البيضاء دي عباره عن خلايا ماتت واصبحت دهون. اصبحت دهون، خلايا ماتت ودهون، خلايا ماتت ودهون. شوف ده هيشتغل ازاي، يعني هو تراكم دهون على الكبد ولا تحول خلايا الكبد؟ جوه خلايا الكبد، جوه خلايا الكبد. الدهون بتخترق خلايا الكبد وبتموتها، وبتبقى الخليه عباره عن زي ما انت شايف كده. ادي حطينا الاثنين جنب بعض عشان نقارن بينهم. شوف اللي على شمالك ده الطبيعي، ده الطبيعي، واللي على يمينك ده الكبد الدهني. ده الخلايا اللي فاضله في الكبد الدهني قد ايه؟ بسيط. شوف ده بيشتغل بكفاءه 100%، شوف ده بيشتغل بكفاءه قد ايه؟ ده ما يكملش 30% على توزيع الجغرافي للصوره او توزيع الالوان مع الصوره، ما يكملش 30% خلايا الكبد. اديك انت قلت، ادي المصيبه اللي انا عايز الناس تفتح عينها وتشوفها بعينيها. احنا ليه بنجيب الصور؟ بنجيب الصور عشان تشوف بعينك. شوف بعينك اللي انت مش هتشوفه بره. يمكن الجزء اللي هو باين ده يعني ممكن نحدد من خلاله نسبه عمل الكبد او نسبه تأدية وظائف الكبد لدوره. بالظبط، هتختل وظائف الكبد، عشان كده قلت لك بيعتمد على وزن الكبد زاد قد ايه. لو كان اقل من 5% ده بنعتبره بسيط ومعتبره قابل ان هو يشفى وتمشي الامور كويسه. انما اكتر من كده فعلا في خطوره. يكون فيها مشكله. طب في اشخاص اكثر عرضه للاصابه بالكبد الدهني؟ طبعا بدون شك. الناس اللي هم اساسا عندهم سكر. الكبد الدهني والسكر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يكون لنا مرجعنا الدين بتاعنا. الدين قال لنا ايه؟ لان هو اللي قيم حياتنا وقال لنا نمشي ازاي. الدين بتاعنا، ما ملأ ابن ادم وعاء قط شر من بطنه، فان كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هي المشكله الاساسيه في السمنه، زياده الوزن، الاكل اكتر من اللازم، الاكل من غير نظام، الاكل الكويك ميل والوجبات السريعه وشرب المياه الغازيه وشرب مشروبات الطاقه وكل الكلام الفاضي دون بتحول داخلنا الى دهون. بتحول داخل الانسان الى دهون، وبعد كده يبتدي ايه يعاني منها.
تمام. شوف ان كان ولا بد فعلا ما ملا ابن ادم وعاء شر من بطنه. فعلا السكر اول حاجه متهمه فيها الاور السمنه بتلي علاقه بالسكر. الكبد الدهني السمنه ليها علاقه بالكبد الدهني. المشاكل الشرايين وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والامراض المفاصل ليها علاقه بالسمنه. السمنه رقم واحد طبعا. خليني اقول لحضرتك ان في اغلب حلقاتنا في برنامج مستشارك الطبي يعني يمكن اي مرض بيجي نتكلم عنه بيقول لك السمنه. اي مرض بنتكلم عنه اسبابه ايه؟ السمنه تكون موجوده. اي مرض بشكل عام يعني فبتسبب في امراض كثيره جدا. طيب عشان كده الحديث، شوف الحديث، ما ملأ ابن ادم شر من بطنه، اشر حاجه تملاها بطنك. تمام. فان كان فثلث لطعامه وثلث شرابه. تخيل انت بس تاكل ثلث بطنك هتبقى صاحي قد ايه؟ تمام. والثلث الثاني للايه؟ للشراب. طبعا كله واشربه ولا تسرفه. لا يبدو كده، كله واشربه ولا تسرفه. فالانتظام في نمط حياه صحي يعني الوقايه خير من العلاج. الانتظام في نمط حياه صحي هيديك صحه مستمره. تمام. احفظ اعضائك في شبابك هتلاقيها في كبرك. تمام. واخد بالك؟ فالسمنه هي السبب الرئيسي، بعديها السكر. السكر. والسكر زي ما قلت دلوقتي ليه علاقه، هو سبب ونتيجه. ليه علاقه بالكبد الدهني، وممكن الكبد الدهني يوصل الى السمنه. وصل يوصلنا للسكر بقى، الكبد الدهني ممكن يوصلنا للسكر. يوصلنا للسكر اه. تمام. السمنه توصل للكبد الدهني، ممكن الكبد الدهني يوصلنا للسكر. تمام. والسكر وصل للكبد الدهني. الثالوث ده اللي هو السمنه والكبد الدهني والسكر، العلاقه بينهم علاقه رهيبه، لان السبب الرئيسي واحد، سبب السمنه دخلت دهون على الكبد، زودت كميه طاقه جوه الجسم، اجهد البنكرياس، فاصبح حصل فشل في البنكرياس، فجه مرض السكر. يمكن السمنه داخله عامل مشترك في كل الحاجات في كل الاعراض اللي بنتكلم فيها وفي كل الاعراض اللي بنتكلم فيها. السمنه وجودها كعامل مشترك بين الجميع. شوف الكبد ده، مسكين الكبد الدهني، شوف مبعكك ازاي. هنا تاثير السكر على الكبد بيوضح الصوره. شوف مبعكك ازاي، يعني ما تلاقوش ليه شكل ثابت غير الكبد الطبيعي. الكبد ده اللي انت شايفه ده، وظايفه في الجسم خطيره. اكبر مصنع كيميائي موجود هو الكبد. يعني لو قلنا المخ هو اكبر مصنع الكترونيات، فالكبد هو اكبر مصنع كيماويات. كل ما بياكله الانسان من طعام، نشويات، كربوهيدرات، بروتينات، دهون، املاح، ادويه بياخدها بعد كده، هو كل ما بيتناوله الانسان لازم يمر على الكبد. بتبقى ادواره كتيره جدا، وبالتالي لما بيحصل في الكبد اي مشكله بتبقى المشاكل كتيره جدا، لان ادواره متعدده ومتعدده جدا. طبعا. طب يا دكتور، لو اتكلمنا بقى عن اهم يعني اهم سمات المصاب هنا، ازاي هنعرف او ازاي هنشخص الحاله الموجوده معانا؟ انا بس عايز اربط، معلش بعد سؤالك ده، عايز اربط بين السكر والسمنه والكبد الدهني. تمام. ماشي، في رابطه مهمه جدا. وعشان الناس تخاف من السمنه فعلا، لان الاثنين خطيرين. السكر مرض خطير لانه بيأثر في حياه الجسم الانسان كله، وبيأثر في حياته كلها، والكبد الدهني بيأثر في حيويه الانسان ونشاطه. السمنه هي بتدخل لي دهون زي ما قلت في الكبد. الكبد ليه علاقه بكل الاكل اللي بناكله، كل اللي بنتناوله، هو المصنع اللي بيتم فيه هضم ده كله. انت لو كلت وما تمش هضم اللي كلته، وما تمش استفاده منه، ايه فايدته؟ ملوش لازمه. ماشي. طيب هيتم هضمه ازاي؟ بيعتمد على الكبد. كل اللي بناكله، يعني القناه الهضميه، ابتداء من الفم، البلعوم، المريء، المعده، ماشي، لغايه ده، دي كله ايه؟ مراحل هضم. تمام. بعد كده هو دي المرحله الاولانيه، مرحله الهضم. المرحله الثانيه مرحله ابتداء ايه؟ الامتصاص بقى. اللي انت اتكلمت ده هيمتص. تمام. ماشي. هيمتص عن طريق ايه؟ احنا معانا فيديو هنا للكبد الدهني. ده بيتكلم على ده اندسكوب تقريبا. المرحله الثانيه اللي هي بتدي الامتصاص باللي كلته. شوف، ركز معايا بس، ان الجهاز الهضمي ده كله، كل اللي كناه هينزل بقى بالاثنى عشر والامعاء الدقيقه، هيتم امتصاص كل ما مفيد. اللي احنا كناه ده المفيد منه هيبتدي يتاخد، كربوهيدرات دي كلها هتحول لجلوكوز، ماشي. تمام. البروتينات هتحول امينو اسيد، الدهون هتحول الى فاتي اسيد. الحاجات دي في الصوره دي لا تروح الكبد. في سبحان الله الخلاق العظيم، في وريد مخصوص، الوريد البابي بياخد من الامعاء الدقيقه، هيروح الكبد، ياخد كل اللي تم امتصاصه ده يوديه على الكبد. تمام. الكبد هو المصنع الرئيسي لكل ده.
تخيل مصنع ده يتلخبط، يمكن زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان بعطل ومشاكل، قلنا في البدايه ان الوظائف كتيره جدا، وبالتالي لما بيحصل اي مشكله في الكبد بتبقى مشكله كبيره. مظبوط. هركز بقى على ايه؟ على الجلوكوز والسكر. تمام. ماشي. يبقى اذا كل ما تم تناوله من مواد نشويه وكربوهيدرات وسكريات وحاجات زي كده وصلت لصوره الجلوكوز، وبعدين تم امتصاصها من الاثنى عشر والمعاء الدقيقه، هتروح عن طريق الوريد البابي للكبد. الكبد هيستقبل الجلوكوز دون. شوف الدور بتاع الكبد، طبعا عمليات كيميائيه دقيقه جدا وخطيره جدا. هيتم بداخل الكبد الاستفاده من الجزء اللي الجسم محتاجه يطلعه. الزياده يروح في تعمل ايه؟ يحولها الى جلايكوجين. ماشي. يحولها لمخزون سكر داخل الكبد اسمه جلايكوجين. تمام. تمام. ويخزن عنده. ليه بيخزن عنده؟ عشان حضرتك لما تكون في وقت مثلا صيام، في وقت مشغول سفر اي حاجه زي كده واحتجت ما اكلتش ما قدرتش عشان فتره كبيره او صيام زي كده، يعمل ايه الجسم؟ يقوم يطلب من الكبد يطلع من المخزون اللي عنده جزء من الجلايكوجين، يحوله له جلوكوز ثاني ويطلعه له في الدم. تمام. كل دي في وظائف الكبد. يبقى شوف، تخيل الكبد هو اللي زي السيرموستات، هو اللي ايه بيحافظ لي على مستوى الجلوكوز في الدم. تمام. دي علاقه مهمه جدا. ماشي. لو الجلوكوز كان زياده يخزن شويه ويطلع الباقي على قد ما الجسم محتاج، ولو كنت راح ما اكلش او صايم او كده يبتدي ياخد من الموجود ده يحوله تاني جلوكوز ويطلعه له في الجسم تاني. تمام. يبقى مسؤول جدا على تنظيم كده. تمام. يبقى اذا لو الكبد مش عارف يشتغل قص الجلوكوز هيعلى في الدم. فمن اسباب الكبد الدهني يوصل لسكر، يوصل لسكر، مريض الكبد الدهني يوصل لسكر. في ناس بتقول ان الكبد الدهني بيكون بوابه لامراض كتيره جدا. بدون شك. بدون شك. بيكون هو بدايه او بوابه لكذا مرض. زي ايه يعني؟ سكر وايه تاني؟ لو الدهون بتاعت الجسم، احنا عندنا دهون الكوليسترول ودهون الثلاثيه، بالذات الدهون الثلاثيه لها علاقه بالكبد الدهني. بتزيد الدهون الثلاثيه وبالتالي بيبقى عندي نسبه الكبد الدهني مرتفعه جدا. دي لها علاقه بالكوليسترول وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وهكذا. يعني كل المشاكل اللي يقول القلب وكده، كل ما المشاكل دي هتلاقيها علاقه بالكوليسترول والدهون الثلاثيه وكده. الكبد الدهني زي ما قلت لك ليه علاقه بكل نشاط الجسم. الكبد اساسا هو مصدر الطاقه. تمام. مرضى الكبد تلاقيهم ما عندوش حيل، ما عندوش قوه، ما عندوش قادر، مش قادر يتحرك، مجهد باستمرار، واخد بالك؟ لان المصنع اللي بيديني طاقه ومصنع اللي بيديني اللي بيستفيد بالاكل بتاعك عن طريق الكبد. المصنع ده فيه خلل. تمام. وخلل كبير. طيب هنشخص ازاي يا دكتور براحة حاله اصابه الكبد الدهني؟ الو، تشخيص الاصابه بحاله الكبد الدهني. تشخيصه. طيب شوف، زي ما قلنا دلوقتي وانت قلت يا ريت كل واحد بسرعه يبتدي يشيك على نفسه. ماشي. احنا عندنا في مصر هنا مشكله فيروسيه، الفيروسات الكبد بالذات فيروسيه. احنا نعتبر الدوله رقم واحد في نسبه الاصابه بالفيروس في المقدمه. فيروسي. الحمد لله. في المقدمه رقم واحد. مش في المقدمه، لا رقم واحد. تمام. ماشي. وبالتالي عندنا مشاكل المرضى الكبد كتيره جدا بالصور بتاعتها المختلفه، فبالتالي محتاجين ان احنا يكون عندنا بريودك فحص دوري، بريودك اكزامينيشن، فحص دوري باستمرار للناس عشان تكتشف الفيروس بسرعه وتكتشف الكبد الدهني بسرعه. هما الاثنين لو عملنا سونار لقينا اي خلل في الكبد هنبتدي نبحث ايه السبب. ماشي. وبرضه في علاقه بين الفيروسات والكبد الدهني. فالسونار يعني تحليل وظائف الكبد، نشوف هل بيأدي وظيفه مظبوط. عمل سونار لي على البطن عشان اشوف الكبد، يا ريت مره كل سنه على الاقل، يا ريت مره كل سنه، بالذات احنا في مجتمعنا لان عندنا مشاكل في الكبد فعلا، واخد بالك؟ فهننصح الناس انك كده اعمل فحص بالذات على انزيمات الكبد وسونار على الكبد، وخاصة الحالات اللي هي أكثر عرضة للإصابة زي السمنة مثلا أو اللي عنده سكر أو عنده أي أمراض تانية. ده يعني هو أكثر ناس عرضة وأكثر ناس مطلوب بإلحاح إن هو يعمل الفحوصات دي، إن هو اللي عندهم سمنة فعلا. تمام. من شك. طيب لو اتكلمنا بقى دكتور عن أهم طرق العلاج، هنتكلم هنقول إن طرق العلاج متعددة ولا هنعالج الأسباب بس؟ لا، العلاج زي ما قلت لك إن إحنا بداية بنقسم المرضى بناء على نسبة الدهون داخل الكبد وحجم الكبد زاد قد ايه. الناس اللي هم اقل من 5% ده ما فيش مشكله كبيره، فبالتالي كل الحكايه مطلوبه ان ينقص وزنه. تمام. خلي بالك من تنقيص الوزن، دي مهمه جدا. ينقص وزنه
بطريقه صحيه. ينقص وزنه ايه؟ بطريقه صحيه. بطريقه صحيه بمعنى احنا مش عايزين اكتر من كيلو واحد كل اسبوع. يخس كيلو واحد كل اسبوع صعبه؟ لا مش صعبه. ماشي، عن طريق الرياضه وعن طريق الدايت، رجيم. يعمل رجيم صحي ويمارس الرياضه يوميا. الشاب يعمل جري، يهرول، يجري، يبذل طاقه، يخرج طاقه بره. ماشي، واللي مش قادر يمشي، مشي حتى. تمام. ماشي، ونظام دايت معين. الحاجات الخارجيه كل زي ما قلت كده، الكوك ميل، الاكل الخارجي، المطاعم، مش عارف ايه، لا ده انتهى، ده انتهى. المطلوب ان الجسم يخس بمعدل حوالي كيلو، كيلو وربع، مثلا كيلو ونص بكتير في الاسبوع. يعني في الشهر 4 كيلو 6 كيلو، مش اكتر من كده. ماشي، لان الخس اللي هو الخس بسرعه ده مش كويس برضه. ماشي، لو خس معدل كيلو كل اسبوع، لو خس حوالي 10 كيلو انتهى المرض، انتهت المشكله. انتهت المشكله. طب نشتغل على السبب الاول اللي هو السمنه. اللي هو السمنه طبعا هي دي الاساس. بيبتدي الجسم، الكبد من الاعضاء اللي هي بتجدد نفسها، بتعملها ريجنريشن، بتجدد نفسه. الخلايا بتاعت الكبد بتجدد نفسها. في خلايا ما بتتجددش زي خلايا الاعصاب والمخ وكده اهو، وفي خلايا بتتجدد في الجسم. فالخلايا الكبد من الخلايا، من الاعضاء اللي هي بتجدد نفسها. فلو تم ان هو ابتدى يشيل، عارف لما يكون واحد شايل كده شكاره كده مثلا 10 كيلو على كتافه وعمال رايح بيها ماشي بيها جاي بيها، ممكن قد ايه؟ ياخد ميها. هي دي السمنه. ينزل الاحمال. نزل الاحمال. تمام. خفض الاحمال، ريح الكبد، ريح مفاصلك، وريح قلبك. وحتى القلب يتعب، بيبذل مجهود اكتر على الاوفر ويت ده اللي بيشتغل. سبحان الله. يعني مثلا اعتبر ان الوزن المثالي للانسان البالغ 70 كيلو. تخيل واحد وزنه 140 كيلو بس القلب هو هو. القلب بتاع اللي وزنه 70 كيلو زي القلب بتاع ال 140 كيلو. فشوف ده بيشتغل مرتاح وده بيشتغل تعبان، كانه بيشتغل على اثنين. وهكذا. في الهضم، الكبد برضه تعبان كانه بيشتغل على اثنين. كل حاجه كانها مجهده، مجهده. يعني ارمي الحلم ده وانطلق. لو هنشتغل يا دكتور على الكبد بشكل مباشر، مش هنتكلم في اسبابها، لو هنشتغل على الكبد بشكل مباشر، قلت لي قبل هو ان في ممكن نعمل تنشيط كبد. ايه هو تنشيط الكبد؟ ايه هو تنشيط الكبد؟ لا هو مش حاجات تنشيط الكبد بمعنى كلمه تنشيط. المقصود بيها ان احنا بنساعد، بنعمل سبورت، يعني بندي شويه ادويه يعني، او نحاول ان هي ننشط الكبد في الانزيمات بتاعته لو كانت مرتفعه. بنحاول كده، بندي حاجات مهضمات عشان كده، بندي حاجه تقلل مثلا الدهون الثلاثيه، ومع علاج الاسباب الثانيه. يعني ده نمشي مع ده، الاسباب نعالجها نفسه. يعني انا قلت المرحله الاولانيه اللي هو حوالي 5% من وزن الكبد زياده، يكفي الرياضه. رياضه مع انه يخس وزنه زي الفل. تمام. في علاقه بالحاله الثانيه بقى، هنحتاج ان احنا نعمل سبورت شويه للكبد، نديله حاجه ثانيه، لان الانزيمات بتكون ارتفعت شويه، بيكون ابتدى في تغيير في الجسم. فبالتالي محتاج ان انا اعالج الاسباب الثانيه. يعني هل معاه سكر؟ يبقى اذا اظبط سكر. وتظبيط السكر مهم جدا جدا. احنا برضه في مصر نسبه عاليه جدا في مرضى السكر. ماشي، فبالتالي محتاجين ان احنا نظبط سكر. والسكر يتظبط يعني يتظبط. ما فيش حاجة اسمها أصل أنا الطبيعي بتاعي السكر الصبح 200-250، ويبقى يعني مشكلة الإنسان بصفة عامة إنه ما بينتبهش للحاجات اللي هي سكيتي. في أمراض بتيجي جرادوال كده وسكيتي مع الوقت، زي السكر مثلا وضغط الدم، دي حاجات بتيجي مستترة، مش حاجة على صيته. يعني لو في بين ألم هيروح بسرعة على الدكتورة، يروح عايز حل. لكن الحاجة اللي سكيتي ده يقول لك أنا حاسس نفسي كويس، ما فرقتش. زي التدخين ومداره، بدخل 10 سنين، بدخل 10 سنين بقالي 10 سنين. هو طب ما هو 10 سنين دول، انت متخيل ان مش مفهومش تاثير؟ الرئه بقت خارج التغطيه، ما شغاله. بس انت لما تيجي ساعتها هكون في انتهى الوقت، يكون فات الاوان، هكون فات الاوان. فلما ننبهك من الاول، مش معناها ان احنا بنقول لك ان انت ما توصلش اللي وصل غيرك. ممكن لو الكبد الدهون عليه زادت بشكل كبير يكون سبب في الاصابه بالتليف الكبد، ولا ما لهمش علاقه ببعض؟ الصورة اللي احنا شفناها بتاعت الكبد الدهني والخلايا اللي انت شفتها دي، وزعلت لما شفتها اللي هي البيضة دي، مش عارف دي خلايا كبد ماتت وتحولت لفاكيول، الى فقاعات فاضية. خلايا بدل ما خلية كانت شغالة فاضية. ماشي. هتتليف. هتتليف. الفرع الاخضر لما بيموت يحصل له ايه؟ بيتليف. تمام. فبالتالي هتتحول الى بعدين هيحصل تليف في الكبد. تليف في الكبد وتشمع للكبد اللي بيسموه، معناها حسب بقى حجمه.
تلاقي بدرجه قد ايه؟ في عندنا اف 0 اف 1 اف 2 اف 3 بالفايبروسكان اللي احنا بنعرف نسبه التليف بتاعت الكبد دي قد ايه كمان. والتليف ده مش حاجه بسيطه. التليف ده اولا زي ما قلت لك جزء من خلايا الكبد مش شغال. تاني حاجه الخلايا اتحولت الى تليف ممكن تحول لسرطان بعد كده. انا كنت لسه اقول لحضرتك كده، يمكن احنا بنشوف حالات كتير كان عنده كبد او دهون على الكبد، بعد كده اقول لك ده بقى عنده السرطان ولا قدر الله جرى اي حاجه اي مضاعفات تانية بدون شك وارد توصل لسرطان. توصل لسرطان. هيماتوسيليار كارسينوما ممكن يوصل الى سرطان الكبد فعلا. بس دي نسب يعني. تمام. لكن اللي انا بقوله بعيده تاني ان نلحق في الاول المرحله الاولانيه اللي هي ليه وزنه بدا يزيد اقل من 5% زياده، لا نقص، ارجع مارس رياضه، هتنظم نظم اكلك كده هون، ارمي الشكاره اللي فوق كتفك دي وانطلق. انما ما تستسلمش للمرض، لا ما تعتبرش الاكل لذيذ. الصحه لذ. الصحه لذ. ماشي، شكرا دكتور صبحي محمود استشاري البطن والكبد، بشكرك شكرا جزيلا. للاسف وقت حلقتنا خلص بسرعه جدا يعني، بس احنا في نفس الوقت برضه اتكلمنا عن حاجات مهمه واتكلمنا عن اهم الاسباب وطرق العلاج المختلفه. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه. يا مرحبا. بشكر حضراتكم لحسن المتابعه، الى ان نلقاكم، لكم من ارق التحيات، تحياتي محمد عبد السلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.